مشاريع السكن والأشغال العمومية والنقل والسدود مهددة بالتوقف بسبب ارتفاع سعر الإسمنت الذي بلغ 900 دينار خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دفع بعدد كبير من المقاولين إلى اللجوء نحو السوق السوداء لتغطية الطلب المرتفع على هذه المادة، لا سيما في ظل العدد الضخم من الورشات التي لا تزال مفتوحة. الطلب كاين بزاف، العرض كاين قليل، وكتسي بزاف يرتفع الاسمنت هذه المادة. ويرجع الارتفاع المفاجئ لسعر الاسمنت الى اغلاق الوحدات الانتاجية بكل من سطيف وصور الغزلان والبليدة بغرض الصيانة، وذلك دون حتى اشعار الزبائن، الامر الذي ادى الى ندرة حادة في السوق وتسبب في ارتفاع السعر ب 600 دينار بعدما كان يقدر ب 300 دينار، أي تضاعف بنسبة 200% في ظرف 15 يوما. أسباب قلت عليها كاين واحد أسباب ورابع أسباب. الأولى ثانية تاع الإسمنت اللي جاي من لابورتاسيون تما تاع النقص، ثانيًا لي بون كوموند تاع المقاولين ضعفوا، كان مثلا كانوا 50% ولا 100%. علاه؟ لأن الأجل تاع المقاولة تاعهم خلصوا ولا عطاو لهم لي بون. ثالثها تعد والمسيرة الكبيرة اللي دارتها الدولة. ويرتقب إعادة فتح وحدات إنتاج الإسمنت خلال شهر ونصف كأقصى حد، في الوقت الذي يطالب المقاولون الحكومة بضرورة التحقيق في هذه الأزمة المفتعلة والتي أدت إلى انتعاش السوق السوداء، حيث باتت هذه الأخيرة الممول الأول لمشاريع الدولة. في انتظار انتهاء مشكلة الندرة وحل أزمة ارتفاع سعر الإسمنت، تبقى المشاريع معطلة والورشات مفتوحة إلى أجل غير مسمى. ويرجع الارتفاع المفاجئ لسعر الإسمنت إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية بكل من سطيف وصور الغزلان والبليدة بغرض الصيانة، وذلك دون حتى إشعار الزبائن، الأمر الذي أدى إلى ندرة حادة في السوق وتسبب في ارتفاع السعر ب 600 دينار بعدما كان يقدر ب 300 دينار، أي تضاعف بنسبة 200% في ظرف 15 يوما. أسباب قلت عليها كاين واحد أسباب ورابع أسباب. الأولى ثانية تاع الإسمنت اللي جاي من لابورتاسيون تما تاع النقص، ثانيًا لي بون كوموند تاع المقاولين ضعفوا، كان مثلا كانوا 50% ولا 100%. علاه؟ لأن الأجل تاع المقاولة تاعهم خلصوا ولا عطاو لهم لي بون. ثالثها تعد والمسيرة الكبيرة اللي دارتها الدولة. ويرتقب إعادة فتح وحدات إنتاج الإسمنت خلال شهر ونصف كأقصى حد، في الوقت الذي يطالب المقاولون الحكومة بضرورة التحقيق في هذه الأزمة المفتعلة والتي أدت إلى انتعاش السوق السوداء، حيث باتت هذه الأخيرة الممول الأول لمشاريع الدولة. في انتظار انتهاء مشكلة الندرة وحل أزمة ارتفاع سعر